بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مكة سمارت شمس للتدريب تستضيف دوري الرواد صوت العرب، وقد تم استضافة الأستاذة وفاء وبدأت الدوري. وكثير من العرب لديهم، أو هم من الرواد، أي لديهم اختراعات هي أو الدوري أو المسابقة اسمها The Pioneer Tournament تحت رعاية جوجل، يقدم جائزة جوجل $100,000 وبعض الشركات الأخرى، وأيضا رواد أمريكا السيليكون فالي أو الوادي الأخضر الأمريكي أو وادي التقنية الأمريكي في سان فرانسيسكو. الفائز في المسابقة، طبعا المسابقة موجودة، يعني كل أحد يتم الالتحاق بها، وممكن يفوز الإنسان في 4 أسابيع، يعني هناك 4 أسابيع للعمل، يعني بحث، ويعمل عليه أسبوعين. إذن شمس للتدريب من مصر تريد أن يلتحق الرواد من العرب، أي المخترعين من العرب. طبعا شمس للتدريب أيضا أي صاحب فكرة أو مشروع فرصة إنه يقدم مشروع على خطوات هذه المسابقة أو هذا الدوري، لأنه هذا كتأسيس، يعني الـ4 أسابيع هو تأسيس للمشروع حتى يتم تمويله. هناك المشاركين يعطوا ملاحظات، وكذلك العلماء والناس اللي مهتمين في وادي التقنية الأمريكي في سان فرانسيسكو بيراقبوا المسابقة وبيشوفوا أي مشروع مؤهل ممكن الشخص ياخد، يعطى تذكرة لأمريكا ذهاب وعودة، وياخد فرصة هناك يتم تطوير أو إعطاء إرشادات كيف مشروع ينزل في السوق. $100,000 من جوجل حتى تساعده للنشر، نشر الفكرة. طبعا إذا اعتمدت من جوجل المشروع يعني يكون مستهدف، سواء هو أبليكيشن أو حتى مشروع صناعي. ما أحب أطيل هذا التسجيل، ولأنه الآن نحن في هذا مستهدفين، أو عمل هذا التسجيل لصالح الأستاذة وفاء. طبعا شركة مكة سمارت تعين الإيميل، والمشروع أو اختراع كل شخص إنه، يعني كل شخص شمس للتدريب هي ناشر،
فببساطة نحن نعتبر كل شخص ممكن يدخل، وممكن يكون عنده مشروع أو نسمى اختراع. يعني الاختراع إذا سجل حقوق الاختراع اللي هي الملكية الفكرية 20 سنة، حقوق الكتاب 100 سنة. يعني مثلا آخر كتاب نزل حق أوباما يعتبر له حقوق طبع 50 سنة، وإصدار النسخ منه يعني هو انباع الكتاب. يعني في لو نجح مشروع الكتاب، فأكتر كتاب ينجح إنه الشخص يكتب بنفسه. يعني فشمس للتدريب توجه، يعني مو قصة حياته، هي حلم حياته. يعني teach what you know في التعليم. يعني كل شخص سواء كان مهندس أو محاسب أو مدرس، هو بنفسه اختار هذا التخصص. طبعا نحن بنتكلم اللي عمل، يعني عمل مدة 25 سنة مهندس أو 25 سنة محاسب، يعني موظف، فهو اختار الوظيفة واختار المؤهل، فأصبح متخصص. فنحن بنوجه لإلا يعني نبدأ من الناس إلا انتهوا 25 سنة وظيفة. ولذلك الإعلان أو هذا الفيديو سيتم توجيهه من الأستاذة وفاء، لأنها هي عملت مدرسة والمؤهل شهادة التربية، فهذه الأشياء مطلوبة في جو المسابقة. يعني إيش هو المشروع، بعدين عرف بنفسك. يعني السيرة الذاتية دي مهمة جدا في علاقة الشخص بالمشروع. واحد بده يخترع مثلا نظام للسيارة أو نظام لكذا، وهو ما هو مهندس، نظام لمثلا السيارة في ناحية الطاقة وكذا، واحد بده يخترع مثلا نقول نظام للتعليم جديد، وهو ما مر بمرحلة التعليم، مو معلم، فما هو مؤهل. يعني مثلا زي دحين الآن التعليم عن بعد، فالمخترع مو اللي بده يجيب البرامج، لا، المخترع اللي هو يعني ايش في فكرة للتعليم عن بعد. وأكثر واحد يضع الفكرة، يعني هذا الكلام التقييم عند الناس اللي يقيموا المشاريع زي وادي التقنية. فلذلك في أسئلة كثيرة في المسابقة، ما نريد أن نطيل. سواء أنت كتبت الإجابات بالإنجليزي، طبعا هي بالإنجليزي، أو نحن كتبناها عنك، فنحن ما نريد أن نفتح الباب كبير للأستاذة وفاء. هي تريد كل من عمل في التعليم 25 سنة زيها يعني وزيادة، على أساس لكتابة التعليم أكسجين أكتر. يعني كيف كان اللي هي المباني الخضراء والتعليم أو الجرين إدوكيشن، التعليم الجرين، يعني كلمة الأخضر ما تنفع بالعربي، نستبدلها بالأكسجين أكتر. وأتمنى الفوز ودخول المسابقة. هناك طبعا جائزة من شمس للتدريب، يعني كأننا بنعمل المسابقة للكتاب. فجائزة
هناك طبعا جائزة من شمس للتدريب، يعني كأننا بنعمل المسابقة للكتاب، فجائزة من نختارهم في تأليف الكتاب، لأنه سيصدر كتاب عن التعليم القرين، مشاركة فيه الأستاذة وفاء. يعني هناك 3 مؤلفين أساسيين، وسوف يعني نختار 20 من المعلمات أو من عملوا في التعليم، لكي يكونوا ضمن التأليف، ولكي يحصلوا على هدية 40,000 دولار، اللي هي قيمة البحث والذهاب إلى مصر، وقيمة البحث الذي يؤهل لماجستير مهني، حتى الإنسان يستطيع إنه يدخل في التعليم الجرين أو التعليم أكثر أكسجين. طبعا حيكون أكاديمية وتعليم موازي، يعني حيكون من الرابع ابتدائي إلى ثالث ثانوي، يعني قريبا إن شاء الله، يعني يمكن في منتصف العام المقبل سيبدأ التعليم عن بعد حسب منهج الكتاب اللي مشاركة فيه الأستاذة وفاء. تعليم موازي حتى يتعلم الجيل كيف يكون التعليم جرين أو أكسجين أكثر، يعني يتعلم المشكلة معروفة، يتعلم الحل ومعالجة المشكلة. أتمنى من جميع المعلمات والمعلمين الدخول مع الأستاذة وفاء، لأن كل تسابق في 50، فهي ممكن تسوي إلى 10 مسابقات حسب نظام المسابقة الدوري، فلما ندخل الدوري مع بعض، فلذلك هي شهر، لكن احنا عندنا 10 أسابيع، يعني 2.5 شهر، ففي 1.5 شهر لتجميع الدوري، لتجميع المتسابقين، واحتمال انه تتبناه امريكا الدوري اللي هو 50، لانه الان لما تدخل بيحطوك مع ناس تانين، فدخول 50 مع بعض بيكونوا هم مع بعض بيقيموا بعض، في تصويت وفي حاجات كثيرة. لما تدخل وتشارك إن شاء الله ستبدأ، يعني البداية من أحد، من يوم الأحد، فقلنا ارسل إلى الواتساب رسالة صوتية، الكول سنتر رقم الواتساب موجود، المصري، و اترك اسمك والمعلومات المطلوبة. شكرا. نقرأ لكم التعليمات وهي في الشريحة الثانية. وهذا الفيديو موجود وممكن نشره، فهنا التعليمات بتقول من البحث في الجوجل تكتب The Pioneer Tournament، تضغط على Started يعني تبدأ، فحيطلبك الإيميل، يعني كان تسجيل. انت تقدر تشوف البايونير تورنمنت او تقدري، لكن
الإيميل لازم يكون من عند شمس للتدريب، الأستاذة وفاء. فالمطلوب الاتصال بالكول سنتر، والكول سنتر يعطي خبر للأستاذة وفاء. طبعا الكول سنتر رقم واتساب، يعني تلاقيه موجود واتساب، الرقم موجود أمامكم، رقم من مصر. يعني لو أرسلت رسالة في الواتساب بدون صوت ما حد، يعني الأستاذ وفاء ما حتبلغ. فكل تحول عليها الرسائل الصوتية، والرسالة الصوتية يعني تذكر اسمك أو اسمك، مثلا وفاء أو عادل، وبعدين ترسل معلومات كتابة مثل معلومات الباسبورت، الاسم الأول والاسم الأخير، لأنه هذه مطلوبة، يعني تكتبها كتابة من الباسبورت، ما تصور الباسبورت، وتاريخ الميلاد، المعلومات الموجودة في الباسبورت، ودولة الميلاد، مثلا أمريكا، ممكن واحد سعودي يولد في أمريكا، دولة الميلاد ودولة الباسبورت، طبعا بالإنجليزي مو بالعربي، ومدينة الميلاد، يعني مثلا واحد في جدة ممكن ولد في مكة، حاجة زي كده. بعدين بعد وصول هذه المعلومات مع وضوح الاسم، الأستاذة وفاء ستتصل في موعد كل تلوت، يعني في مجموعة حتتصل بهم، يعني الأول فالأول، بين الساعة 6 والـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأتمنى من الجميع الاستفادة من هذا الفيديو لخوض هذه المسابقة الشهيرة والفوز إما من أمريكا أو من مصر، يعني الفوز مؤكد، يعني اللي فاز من في أمريكا يفوز في مصر كمان، واللي ما فاز في أمريكا يفوز في مصر. مع شمس للتدريب، وشكرا.